على العاصمة، أي نجاعة لمثل هذه التدابير؟ مشاهدينا بعد فاصل نأخذ هذا النقاش. وللحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالحماية بالمديرية العامة للحماية المدنية، وأيضا السيد الملازم الأول مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم الدعوة خاصة في هذه الظروف الخاصة. وأيضا يشاركون في النقاش الأستاذ أحمد كروش الخبير في الشؤون الأمنية. أهلا بك أستاذي ونشكرك على تلبيتك الدعوة. أبدأ من عندك أستاذ أحمد كروش، كان أمس قرار المجلس الأعلى للأمن حول حجر صحي شامل على ولاية البوليدة وأيضا حجر صحي جزئي بالعاصمة، هل ترى أن هذا القرار جاء نوعا ما متأخر أو جاء في وقته نظرا لدخول الجزائر أيضا في ما يعرف بالمستوى الثالث من انتشار هذا الوباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. نعم، هو بالنظر إلى يعني هذا الفيروس هذا وتنقلاته وكيفية انتشاره في العالم، والآن الشعب الجزائري كله يعني الآن أصبح يعني داري ويدرك تمام الإدراك كيفية العدوى وكيفية انتقال هذا الفيروس، ويعني أجهزة الإعلام في هذه المدة يعني لم تقصر في هذا الأمر، وأصبحت يعني كل البلاطوهات وكل يعني وسائل الإعلام تتكلم على هذه الأمور، وأصبح الجزائري ربما هو أكثر وعيا الآن أكثر مما يعني بداية الأزمة وبداية انتشار الفيروس. كنا نسمع كلام آخر غير الكلام الذي يتردد اليوم خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، هذا الإجراء هو إجراء يعني وقائي، لأن هذا الفيروس الآن أصبح يعني وبشهادة كل أطباء العالم وكل دول العالم أن هذا الوقاية فقط أو العلاج هذا من هذا الفيروس هو فقط بالوقاية منه، والوقاية منه هو كيفية العمل على قطع سلسلة التنقلات أو سلسلة العدوى لهذا المرض، احتكاك المواطنين ببعضهم البعض، ولتفادي هذه العملية لاحتكاك المواطنين ببعضهم البعض هو إلا فقط بواسطة الحجر الصحي. الحجر الصحي ربما شفنا الخطوات التي بدأت بها الجزائر في بداية الأمر، كانت هناك رقابة على الدخول المواطنين من الخارج سواء في المطارات أو في الموانئ البحرية أو حتى في نقاط الحدود البرية، كانت هناك رقابة يعني وحجر صحي للمشتبه بهم. وشفنا حتى في تصريح السيد المكلف بالإعلام في اللجنة لمراقبة هذا الوباء يقول أن يعني أكثر أغلبية هذا الوباء جاء من الخارج، أي يعني كان مستورد من الخارج ولم يكن وليد يعني الجزائر. حالات مستوردة معظمها من أوروبا. إذن هذا هو نتيجة انتشار بدأ ربما في الصين في أوهاي بشخص واحد أو في منطقة واحدة، الآن هو يجوب ويصول في أكثر من 185 دولة في العالم، يعني تقريبا منتشر في جميع أقطار العالم. كذلك بدأ ربما بشخص واحد، اليوم أكثر من نصف مليون شخص مصاب بهذا الداء. إذن العملية هي مشكلة هذا الدواء هو انتشاره السريع، والخطورة فيه أنه يعني بمجرد ظهور أعراضه ربما يؤدي إلى الوفاة حسب يعني ما يقوله الأطباء. لا، وهذا مما يصعب عملية السلك الطبي. يعني أي دولة، وشفنا حتى دول كبرى ودول عظمى وكانت يعني تمتاز بالجهاز الصحي لها، كيف أنها عجزت أمام هذا الوباء. إذن الجزائر كان لها أمامها اختياران، والشعب الجزائري كذلك كان أمامه اختياران وتجربتان في العالم. كان التجربة الأولى في الصين، هناك صرامة الدولة الصينية وانضباط الشعب الصيني، وهناك ربما نقول يعني ربما تهاون في إيطاليا أو إسبانيا أو إيران أو حتى فرنسا، وربما الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا الإجراءات بمجرد وصول هذا الوباء إليها،
ما هي الإجراءات التي اتخذتها وذهبت مباشرة تقريبا إلى حالة الطوارئ ونشرت الجيش في بعض المدن. إذن هذا الإجراء هو إجراء محمود، هو إجراء من أجل المحافظة على صحة الجزائريين. نتمنى فقط أن الجزائريين ينظرون إلى هذا الإجراء على أساس أنه إجراء إيجابي، وأن تكون هذه الحجر الصحي يكون بإرادة ذاتية من الشخص نفسه، لأن هذه حماية لنفسه وقبل أن تكون حماية للمجتمع. أستاذ أحمد كروش، تكلمت على نقطة مهمة تتعلق بأنه من خلال مثل هذه الإجراءات نخفف نوعا ما الضغط على ممارسي الصحة، لأنهم هم من يتحملون تقريبا هذا العبء الكبير في المستشفيات وهذه الخطورة أيضا، لكن أعوان الحماية المدنية أظن هم من يجابهون في الخطوط الأولى هذا الفيروس عن طريق نقل المرضى. مثل هذه الإجراءات أستاذ نسيم برناوي الأكيد أنها ستخفف الضغط على أعوان الحماية المدنية، ستسهل من تنقلات أيضا سيارات الإسعاف، الكثير من هذه الأمور، رغم القول أنه في الكثير من الأحيان هذه الإجراءات ترتبط بأيضا استجابة المواطن، لأنه لا يمكن أن نحدد مثل هذه الآليات الاحترازية والوقائية دون أن يكون فيه استجابة تامة من طرف المواطن. صحيح، العنصر الأساسي أو العامل الأساسي في ظل النجاح كل هذه التدابير وهو المواطن، لأنه هذا هو إجراء وقائي واستباقي. أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا هي في الجزائر خاصة مقارنة بما شهده العالم من خلال انتشار هذا الفيروس المرعب، لأنه هو مستجد وما زال الآن الأطباء كل مرة يعطونا يعني حداثة هذا الفيروس، أنه يقول لك يتغير ويتأقلم من منطقة إلى منطقة من إنسان إلى إنسان. هنا تكمل الخطورة تاعه وخصوصياته تاعه في أماكن التعايش تاعه وفي كيفية الانتشار. طبعا في مثل هذا الإجراء وهو يعني الجميع العالم رأى أنه يجب أن نزيل عنصر أساسي وهو أن يكون هناك تباعد، كأنه تكون عندك حريق وأنت تزيل العنصر الأساسي منه الأكسجين أو لمنع انتشار الحريق، هكذا يتعامل مع هذا الفيروس. تطبيق الحجر الصحي الشامل أو الجزئي في ظل اتباعه بتدابير أخرى، فهو التباعد الاجتماعي، عدم الاحتكاك، ويعني الحماية الفردية والحماية الجماعية، لأنه يعني كل لا يكفي أن تعلن فقط من التدابير، لابد أنك تراقبها أيضا، لازم تراقبها بداية أن تكون هناك يعني مواكبة ومتابعة من تحسيس وتوعية شديد وتذكير، ثم تكون عملية تقييم، يجب أن تكون عملية تقييم، أنه هذا هو يعني دور اللجان المحلية أو المركزية المهم جدا، يعني دور لجان المتابعة في التقييم الوضع، ومنها يعني تقدم الحلول والاقتراحات حتى يعني يتم تطبيق هذه الحلول استباقا حتى يكون هناك ربح الوقت، على غرار ما شاهدنا في دول التي تسجل 8000 حالة يوميا، شيء صعب جدا، تصل إلى 800 حالة وفاة يوميا، شيء مرعب جدا. نظن ما فيش دولة في العالم ولو أنها تكون دولة متقدمة جدا تملك من التجهيزات ما يمكن معالجة بها أكثر من 8000 حالة. أخي 8000 حالة يوميا، خذ منها نسبة التي يتطلب أن تكون لها عناية مركزة، يعني نسبة 10%، والنسبة أخرى من تقريبا إلى يعني 60 إلى 70% يجب أن تكون في المستشفى تحت الأكسجين وما شابه ذلك، ونسبة قليلة التي لا يؤثر عليها يعني ولا يقتلها هذا الفيروس، التي ممكن أن يعني أن تكون تدريجيا. هذا هو الشيء الخطورة. لكن أعود إلى سؤالك الكريم، هو تطبيق هذا الحجر الصحي في مناطق أين يعني هناك خطورة أن تكون بؤرة كولاية البليدة، ونحن كلنا مع البليدة. هل كان بإمكاننا مثلا أننا نطبق هذا الحجر بسرعة، خاصة بليدة عندما كانت نوعا ما في المستويات الثانية، تفاديا لأن نصل إلى مثل هذه الأرقام اليوم في البليدة؟ معناها كان يبدو أنه كان لدى الحكومة والسلطات هامش تحرك، ولكن نوعا ما، احنا ما نقولوش أنه جاء متأخر، ولكن الحصيلة ارتفعت نوعا ما. صحيح، هو ربما الحصيلة الآن الجزائر في 230 حالة مقارنة بدول أخرى، 110 منها في البوليد. المرور من مستويات إلى مستوى يتطلب يعني حصيلة ويتطلب تقييم للوضع، لذا كان من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث لم يكن هناك وقت كبير،
لم يكن هناك اسبوع حتى مررنا الى المستوى الثالث. ونحن يعني كاختصاصيين في هذا القطاع رحبنا بهذه التدابير لانه كانت استباقيه جدا بالنسبه لنا، خاصه على مستوى ولايه البليده هي 10 ايام ومرشحه للتمديد، وعندهم انه ممكن ان تمدد، يعني اكثر احتمالات ان تمدد هذا الحجر. ولكن المؤشر الايجابي اللي كان خلال ثلاث ايام الاخيره، لانه بعدما كنا في 139 حاله مررنا الى 201 حاله، كان تقريبا 62 حاله، ثم مررنا الى 230 حاله، يعني تقريبا كانت ناقصه بثلاث مرات. هذا كان المؤشر الايجابي. الان نظن هذه الحالات المؤكده التي تم فحصها ولكن فيه بعض نزل الان تحاليل حالات اخرى ممكن انها تكون هكذا في الطبيعه، يعني نعم هذا هي الخطوة. هذا شيء اساسي. لذا قلت لك فيما يخص اهميه هذا الحجر الشامل، هذا الحجر الشامل، وأنتم تتبعوا بإجراءات أخرى سوف يقلل وينقص كثير من المتاعب وفي انتشار هذا الفيروس. الآن تقريبا يعني كل الأنظار متوجهة إلى البليدة، ورأوها الجزائر العاصمة، يعني 41 حالة نظن 41 حالة اللي طبقها فيها نصف حجر صحي. الآن نظن أنه السلطات العليا في البلاد تقيم الوضع من الولايات التي طبعاً فيها عدد كبير من الساكنة، نعم خاصة العاصمة، لأن يعني الدخول والخروج فيها، ونظن أنه يعني شل العاصمة في كل مؤسساتها بمنع التنقلات وتوقيف النقل العمومي والنقل الجماعي ساعد من عدم انتشار هذه. لكن الآن أعود إلى نقطة مهمة ذكرتها وهو المواطن في عجالة فقط، لأنه في عجالة وقت أذان العصر هي عجالة، والمواطن على الأشخاص الذين لديهم هذه الأعراض أو لديهم لبس أنهم مصابون أن يتقدموا عدم الإخفاء، ما راهيش عيب، لأن هذه الخطورة تكمن هنا الأشخاص الذين هم ربما مصابين. على الشق هو مش فقط عيب ولكن فيه تخوف أيضا من المواطن نظرا لبعض الأمور التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذن مشاهد أستاذ مراد يوسفي، أنت المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فيه نوعا ما تخوف أيضا عندما نتكلم على أعوان الحماية المدنية من يجابهون هذا الوباء في الصفوف الأولى خاصة في التدخل. لاحظنا أنه فيه وعي في الكثير من التدخلات، ولاحظنا أيضا صور لسيارات إسعاف خاصة بكم بحماية مدنية كانت فيها نوعا ما تدابير جديدة. هل فعلا اليوم تطبق هذه التدابير بحذافيرها في كل تدخل؟ وتقريبا إذا أمكن تعطينا نوعا ما حجم التدخلات اليوم، هل ارتفع هل انخفض منذ بداية هذا الفيروس؟ أكيد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم أولا على هذه الاستضافة، ونشكر كل الأسرة الإعلامية يعني في المشاركة مشاركتنا في الحملة التوعوية هذه الوقائية. حقيقة يعني ارتفع عدد التدخلات يعني في الحماية المدنية خاصة في ولاية البليدة، حيث قدرت حوالي يعني استقبال مكالمات حوالي 800 مكالمة يوميا، لكن منها فيها يعني للتدخل ومنها فيها للتوعية. أصبح المواطن الآن يعني مجرد أن يكون عنده سؤال، يعني حتى ولو كان سؤال خفيف ولا هذا، يتصل على الرقمين، يعني رقم 14 ولا رقم الأخضر 20 10 21، يتصل حتى نقدم له النصائح. كعملية التدخل تاع الحماية المدنية، يعني منذ استقبال المكالمة الهاتفية على مستوى المركز التنسيق العملي، وهناك الهاتفي يقوم باستقبال المكالمة ثم يقوم يعني بطرح بعض الأسئلة. إذا كان يعني في موضوع يعني بمشكلة بموضوع الوباء كورونا، يقوم بالهاتف بتحويل هذه المكالمة إلى طبيب الحماية المدنية الذي يكون موجود على مستوى المركز، مركز التنسيق العملي. هذا طبيب الحماية المدنية يقوم بطرح الأسئلة، يعني أخذ ورد مع المتصل، يعني مع من كان محتك، إذا كان محتك مع رجل يعني أتى من الخارج، إذا كان يعني إذا وجد في وليمة تدخل، يعني حتى تدخل. عندما يضبط كل هذه المعلومات يستطيع الطبيب أن يخصص نوع التدخل، إذا كان تدخل يعني مشتبه بكورونا، بحادث مشتبه بكورونا أو حادث آخر. إذا كان مشتبه
بوباء الكورونا يقوم يعني الفرقه تبليغ الفرقه المختصه، لان هناك في كل ولايه عبر وافد التراب الوطني خصصت يعني المديريه العامه للحمايه المدنيه تقريبا 3 سيارات اسعاف مخصصه الا للخرجات هذه لوباء كورونا. هذه السيارات الاسعاف مجهزه يعني بكل الوسائل الضروريه يعني للتدخل في مثل هذا الوباء، وكذلك ان التدخل الاستاذ يكون في الحالات نوعا ما اللي تكون خطيره يعني. نعم. حالات متقدمه جدا. نعم، هي حاله مشتبه يكون عندك تجهيزات اكيد. وكذلك هناك يعني لباس خاص، لباس واقي للعون والكمامات والقفازات، وزد على ذلك يعني قامت كل يعني المديريات على مستوى التراب الوطني بتكوين هذه الاعوان، كي نقول الاعوان يعني بصفه عامه يعني عون ضابط كل قاموا بتكوينهم يعني من طرف اخصائيين يعني استجدنا بهم يعني من وزاره الصحه وكذلك من اطبائنا وكذلك البيولوجيين. احنا لدينا البيولوجيين مهندسين في البيولوجيا مختصين في علم الفيروسات هذه، وكذلك باخصائيين نفسانيين. اليوم فقط اليوم صباحا يعني في البوليده قبل هناك استلام وتسليم مهام يعني بين فرقتين، الفرقه التي كانت يعني اليوم تعمل اليوم يعني في التجمع جاء الاخصائي النفساني حتى يطمئن هذا العون ولا هذا الضابط اللي يدخل هذا يعني تقديم يعني اعانه نفسيه كذا. وكما قلت لاحظنا بعض الصور استاذ مراد، خاصه في قلنا سيارات الاسعاف فيه عزل نوعا ما بالبلاستيك، هل هذه الاجراءات يعني ناجعه وتؤدي مهامها فيما يتعلق بحاله مثل حالات وباء كورونا؟ اكيد هي ناجعه. هي شوف هي كل وسيله التي تقينا من هذا الفيروس هي ناجعه. يعني اذا استطعنا ان نفعل اكثر نفعل اكثر لمحاربه هذا الفيروس. وهناك يعني هناك جهاز داخل سياره الاسعاف يعني بعد كل عمليه نقوم بتفعيل هذا الجهاز الذي يعقم سياره الاسعاف كلها من الداخل. زيد على ذلك وهم مشكورين الاعوان الحمايه المدنيه على مستوى البوليده، يعني اذا شفتوا على الفيديوهات التي منتشره في التواصل الاجتماعي قاموا بفعل يعني غرفه مخصصه لتعقيم العون بعد عودته الى امر مهم جدا والله نشكرهم. هذا هو التخوف الاكبر يكمن استاذ نسيم فيما يتعلق بهذا العون عندما يقوم بعمله وتجي فرقه اخرى مناوبه يتوجه ممكن الى منزله ويتوجه الى مركز ايضا مركز الحمايه المدنيه، ممكن ان ينقل العدوى اذا كان لم تحترم في هذه الحاله هذه الاجراءات الوقائيه. شوف هو الاجراء صارم جدا، هو اجراء صارم جدا حتى على مستوى الحمايه المدنيه، حتى نكون صراحاء يعني مع المواطنين مش ما يخافوش من سياره الاسعاف الحمايه المدنيه. نحن لا نستهين بهذا الوضع. هذا الاجراء اللي تحدث عليه الملازم الاول مراد يخص خاصه الستار العازل. الستار العازل لانه قبل ما يكون ستار عازل عون الحمايه المدنيه له بدله حمايه فرديه هذه تدخل في الاجراء الروتيني، ما يخرج بدون هذه خاصه في الحالات المشتبه بها. ثم هذا الجدار العازل قبل ما تطلع عليه الشخص المشتبه يتم البسه القناع الواقي حتى اذا كان هناك سؤال او ما شابه ذلك بالطريقه الصحيحه حتى لا ينتشر في سياره الاسعاف ولا يصيب الاعوان الذين كذلك محميين بالقناع الواقي. هذا اجراء زياده يعني كان اجتهاد من طرف الحمايه المدنيه حتى يكون اريحيه ذهنيه للعون المتدخل، هذه البدايه لعائله العون الحمايه المدنيه حتى المواطنين. نزيد نطمنك انه هناك يعني اجهزه تعقيم جد متطوره. يعني في 10 دقائق تعقم لك كل سيارة الاسعاف بالسيارة. هل فيه اجهزة تنفسية ايضا في حالة ما يكون فيه صعوبة في التنفس، ونعرف انه من اعراض هذا الوباء هو صعوبة في التنفس. هي هناك سيارة اسعاف ما يقالها سيارة اسعاف طبية لها كل التجهيزات الحديثة منها الاكسجين، تزويد بالاكسجين حسب المقادير اللي يقول بها طبيب الحماية المدنية، ولكن يعني سيارة الاسعاف الصحية التي نقوم بتحويل بعض الاصابات الخفيفة وما شابه ذلك. لكن الشيء الاساسي في هذا هو انه كيفية يعني قيام تنظيف وتعقيم سيارة الإسعاف التي تحول هذه الأشخاص المشتبه فيها. نحن مقبلين على مستشفى
قبل الخروج من المستشفى، قبل العودة إلى الوحدة. التعقيم يعني تعقيم كل تقريبا يعني كل الأماكن التي تكون فيها هذه السيارات الإسعاف، حتى نشوف يعني وين حقنا تفاصيل دقيقة. تفاصيل دقيقة يجب أن نستهين، لأن كل هذه التفاصيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. نعم. كما نطلب من المواطن نحن كذلك نقوم بهذه التفاصيل الدقيقة. أستاذ برناوي أنتم مشكورين على مثل هذه العمليات لأنها مهمة ومهمة جدا وتطمئن أيضا المواطن. نسمح لي نقاطعك، وحتى يعني لو شاهدت ربما منذ تقريبا هذا الأسبوع والآن عدنا المرة وهو حملة وطنية للتعقيم تعقيم المنشآت والهياكل. اليوم من ضمن عندكم حملة أيضا في دور المسنين، دور المسنين في الشوارع، في الشوارع في دور المسنين. لأنه لماذا دور المسنين والأطفال المسعفة؟ يعني هذه فئتين ضعيفة يجب أن نحميها يعني بصفة، وهذا مهم جدا. نعم. قبل أن أطرح السؤال للأستاذ أحمد كروش، نحاول ربط الاتصال بالأستاذ عبد الرحمن السعيدي القيادي في حركة حمص، ومن يقطن أيضا ولاية البوليدة، هذه الولاية التي والله عزيزة جدا على قلوبنا، وأيضا تعتبر من الولايات أيضا الحاملة لتاريخ هذه البلاد. أستاذ عبد الرحمن سعيدي، كيف هي الظروف منذ إعلان هذا الحجر الصحي الشامل في البوليدة؟ هل فيه أريحية أم كانت فيه نوعا ما قلق من طرف المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية إليك سفيان وإلى الإخوة في الحماية المدنية الذين أبلوا البلاء الحسن، نلاحظ جهودهم الوطن وخاصة في البوليدة، ربي إن شاء الله يحفظهم ويحفظ جميع الجزائريين. آمين إن شاء الله. بالنسبة أولا كما تفضل تكلم الخبراء، كوسيلة أولى تقريبا نقول وحيدة في مقاومة المرض أو التخفيف من حدة الإصابات والتخفيف على الطواقم الطبية وحتى على كل العاملين في عملية الإسقاط، وهو العزلة الكوفينمون، بمعنى الإنسان يبقى في بيته لكي أولا ما يكونش انتقال للعدوى، وثانيا أنه يحفظ ويعطي وتنفس كثير للوسائل اللي راهي تبذل في الميدان. نظن أن البوليديين ونحن في اتصالنا وعملنا وعمل جماعات منذ فترة، ونحن ندعو ونطالب الناس أن نذهب إلى هذا الحجر الصحي، طبعا إرادي، ولكن نظن هذا القرار اللي صدر بالامس من طرف المجلس الاعلى للامن بعد، وهو له كل المعطيات وله كل التقديرات، وكان خبراء في ميادين شتى قائمين على الامر، ان هذا الحجر الصحي انا وجدته وكان في كلمه عبر فيسبوك مع كثير من المواطنين والاتصالات في ارتياح، لان اولا كان مطلب كثير من سكان ولاية بيدا والبوليديين، لأن مهما يكون تبقى فئة من المواطنين للأسف لا ينفع معها موعظة، ولكما يقول ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يزع بالسلطان بالقرآن ما لا يزع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لابد من إجراءات تكون قصوى، ولكن لابد أن ننتبه والناس ملتزمون، وهذا اللي ما عندي من معطيات ونسأل كثير أن الناس ملتزمون، وحتى العمل معناه لا يحد من الحركة، لأن بحكم ما زالت هناك محلات التغذية ومحلات تقدم الخدمة والمواطنين، لكن لابد أن ننتبه أن هناك أعراض جانبية لابد أن نخفف من حدتها، لأن هناك الفئات الهشة، هناك المرضى، هناك من يحتاج إلى دعم إلى مساعدة، هناك الجورنالي اليومي اللي كان يخدم باليوميات، لابد أن ننتبه إلى أولاد كون إجراءات. ونظن أن مع الأيام يكون تنظيم هذه، أو تنظيم حركة التطوع وتنظيم هذه المساعدات باش تمر هذه العشر أيام إن شاء الله وتنجح حجر. لكن في العموم نحن كارتياح ولا ننظر للحجر الصحي أنه حصار، يعني في بلادي كيف أحاصر، إنما أنا أساهم مع الجميع، مع الحماية المدينة اللي هم قدامك واللي هم في الميدان، أن نساهم في حماية هذا الوطن والتخفيف من حدة الإصابات. أنا كي نسمع لو بيلون اللي يخرج كل يوم يكون نوعا ما خفيف وموش ثقيل ويتخفف من الأيام القادمة إن شاء الله. نرتاحوا أستاذ سعيدي. بالضبط. نرتاحوا كي نسمعوا أرقام نوعا ما إيجابية. يعني حسب الإحصائيات في المصابين نسبة تجاوز 500 راهي في البوليدة والوفيات، إذا نحن أكثر من غيرنا إحساسا بالخطر. لا ننظر أولا أن هذا حصار،
أو أنه إساءة، بل فقط أنا أنبه أنه أنا هناك بعض الفيديوهات، أنا شفت واحد بالأمس قبل الفيديو يروح للبوستا هذوك اللي الفروع اللي زانيكس، وحرام عليه هنا في بليده في يصور أنيكس تنغلق، أصلا هي تنغلق باش نقول بليدي تنغلق من 12 للزوج أصلا، ويصورها مغلقوا علينا البريد، وأنا شخصيا خرجت أنا في بليمات خرجت من الجهاز. هذا الناس أنا في بليده اللي راهم في بليده يديروا هذه الخدمة، هذو فتانين، هذو ما يريدون إفساد الحد والصحي، هذو ما مرضى، هذو ما مرضى، هذو لا يريدون العافية للمرضى، لا يريدون العافية. ولو أستاذ عبد الرحمن السعيدي، ولو أنها تبقى حالة شادة يعني نظن أنه لابد من السلطات أن تتعامل معهم بصرامة ويكون فيه ردع. أستاذ سفيان تفضل. صحيح حالة شادة وأنا عارف وأنا متأكد ولا شك بذلك، لكن هؤلاء لابد أن يفضحوا، لابد أن نرد عليهم. هذا وش قلت لك أستاذ عبد الرحمن سعيدي، لابد أننا نمر إلى الردع وتقريبا قرارات صارمة ضد مثل هذه الأشخاص. صحيح، وخاصة رئيس الجمهورية تكلم على دين الإشاعات، تكلم عليهم في قرار وزاري، قرار رئاسي، أنا لابد من المضاربة في السلع وأيضا المضاربة في الأخبار. نعم، هذا هو الأمر أستاذ عبد الرحمن سعيدي. نتمنى أن نسمع الداحين إن شاء الله خير، نتمنى أن يرفع الله عز وجل البلاء على ولاية البليدة لأنها أكبر ولاية متضررة وأيضا كامل التراب الوطني، ولكن للمواطن دور مهم ومهم جدا في مثل هذه العمليات. أنا لو سمحت أخ سفيان وجه تقدير وتحية وعرفان للطواقم الطبية بكل مستخدمي الصحة وأيضا الحماية المدنية، وأنا نتابع الحماية المدنية باهتمام في البليدة وفي التدخلات السريعة، وكان تكلموا على التعقيد وفعلا حتى الجانب الإعلامي أنا أشيد بهذا. أستاذ عبد الرحمن سعيدي، لا نشكك في حمايتنا المدنية خاصة وأنها وعبر مواقفها أيضا في الكثير من من باب التشكيك، بالعكس نعم، من باب شكر الناس، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرا بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن سعيدي، قلت لك نتمنى أن البليدة يرفع عنها هذا البلاء وأيضا كل التراب الوطني إن شاء الله. أستاذ أحمد كروش، فيه نقطة، فيه حجر شامل اليوم عن ولاية البليدة ولكن حجر جزئي في العاصمة، فيه تخوف الكثير من المواطنين. حتى أمس تقريبا كانت العديد من التساؤلات تصلنا على صفحتنا في قناة نوميديا وعلى الكثير من الصفحات التي نشرت خبر الحجر الصحي الجزئي في العاصمة، كيف يمكن أن نعي نفسنا فقط من الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا، لماذا لم يكن فيه حجر صحي شامل أيضا في الجزائر العاصمة، علما أنه فيه عدد كبير من السكان أيضا في ولاية العاصمة واحتكاك كبير والكل يعلم ما بين البليدة، ليس فقط أمور عائلية لكن أمور تجارية. نعرف كنا أن البليدة معروفة مثلا بقطع الغيار للسيارات، مقصودة كثيرا من التجار. هل مثل هذه المعطيات ممكن أننا تدفع السلطات إلى اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل أيضا على مستوى العاصمة، ولما لا مختلف ولايات الوسط أيضا؟ لا، حتى في قرار بارحة يعني في رئاسة الجمهورية يعني بالنسبة لاجتماع المجلس الأعلى للأمن، على أساس أن هذا الحجر الجزئي ربما يتحول إلى حجر كلي، وكذلك حتى بالنسبة للولايات الأخرى التي لم يمسها هذا الحجر قد يأتيها يعني لو لا قدر الله تطورت الأمور إلى الأسوأ قد يمس أي ولاية من الولايات الأخرى هذا الحجر وتأخذ هذه الإجراءات الصارمة. فقط يشمل الحجر الصحي الجزئي جميع الولايات اللي فيها حالات إصابة. حالات إصابة نعم، لكن لما نقول الحجر الجزئي يعني فقط بالنسبة للجزائر، أنا يعني لو تخرج يعني الآن وتذهب في الجزائر العاصمة ربما لن تجد يعني هناك فرق كبير ما بين البوليدة والجزائر العاصمة، على أساس أن فقط المحلات المواد الغذائية يعني الخضر والفواكه، وكذلك يعني الهيئات الحكومية مثل البنوك والبريد والمواصلات، أما الباقي كله يعني مغلق. وبالتالي ربما لماذا يعني حظر التجول في الليل، ربما أن لمجهزة الأمن أو الدولة عندها معلومات أن ربما بعض الأماكن سوف تكون أماكن تجمعات في الليل، وبالتالي يعني حتى قطع هذه الطريق على هذه التجمعات الليلية. السؤال نوعا ما من طرف
المواطن فيما يتعلق بالحجر الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا نوعا ما منطقي، لأنه يقول المواطن أنه أنا نبقى في بيتي ليلا وعادة ما أتحرك صباحا. أخي سفيان نظن أن الأرقام تصلنا، استسمحك أستاذ ناسين، فقط يشار إلي من تحرير أنه فيها 34 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، ليرتفع الرقم إلى 264 حالة. نظن أنه لم تسجل حالة وفاة، نعم، وتسجل حالتين أيضا نعم حالتين وفاة، الأولى لشيخ يبلغ من العمر 72 سنة من ولاية تيزي وزو، والحالة الثانية تتعلق إذا بشيخ أيضا من ولاية بومرداس يبلغ من العمر 75 سنة. هذه آخر الحصيلة، 264 وحالتين وفاة، تقريبا 34 حالة جديدة. نعم، هي يعني الشيء المقلق هو كذلك يعني الفئة الهشة والكبار في السن اللي صابتهم الوفيات، وكذلك 34 حالة يعني مقارنة نفس العدد تقريبا من اللي كان في 24 ساعة الأخيرة. اللي قلق هو تقريبا يعني الشيء المفرح لما نقوله صفر حالة في 24 ساعة، هذا هو المفرح، لكن المقلق هو 34 حالة، والتساؤل هذه 34 حالة مع كانت مع الاتصال مع كم من شخص، كم من شخص اتصلت هذه 34 حالة قبل بمعدل نقل العدوى لشخصين؟ نعم بمعدل أقل تقدير. طبعا هذا 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 الشيء اللي ربما يؤرق نوعا ما، وربما اللي يرشح انه العدد يكون ايجابي في الـ في الـ في الايام القادمه. نتمنى وان شاء الله يعني انه خلال هذه الايام طال الحجر النصفي او الشامل انه نصل الى يعني كما نقولوا لبيك نوعا ما، لبيك ثم ننزل، يعني هذا هو الشيء المفرح لما تصل الى ثم تبدا تنزل كما كان في السنة. الذروة تبحث عن الكلمة الذروة ثم تنزل. كنت أود أن أواصل في النقطة أنه الحجر نصف حجر الذي طبق في العاصمة والولايات التي سجل هو أخي ملزم أن يتبع بالتدابير الأخرى، التباعد الاجتماعي، عدم الاحتكاك، مسافة الأمان، واحد متر، أكثر من شخصين تطبق عليك يعني التدابير. طبعا إذا كان شافت الآن نشوفوا باللي هذه التدابير لا تطبق ولا تحترم، سواء كان في المؤسسات العمومية كالبريد أو البنوك أو حتى عند قضية الحاجات في 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 في, في المحلات، هنا الدولة ننظر أنها سوف تمر بسرعة إلى الحجر الحجر الشامل. لذا الآن كما قلت في البداية كل شيء في يد المواطن، كل شيء في يد المواطن. والأستاذ الكريم في أستاذ الرحمن سعيدي لما تكلم نقطة مهمة جدا أشار لها، وهي مهمة جدا في مثل هذه الظروف في الحجر الشامل، وهو كيف نتجهز وكيف ننظم أنفسنا للتكفل بفئات أخرى المعوزة، الفئات المشردة، وكذلك فئات من تعمل بتقريبا المدخول اليومي كما يقال. لذا الآن أنا أقول لك هذا الوباء ربما يجب أن يغير نمط يعني عيشنا، كيف نتجهز لهذا العمل التطوعي سواء كان بمؤسسات الدولة أو حتى العمل المجتمع المدني في التكفل بهذه الفئات. نعم. ونقلل من التحرك، شيء لأن ما يجبر المواطن من الخروج، ما يجبره والجوع، حاجته. إذا يجب الآن أن نواكب هذا الإجراء بالتكفل بهذه الفئات. نتمنى ذلك. أستاذ أحمد كروش، كنت تتحدث في نقطة تتعلق بالجانب الأمني، قلت أنه حتى في مجلس الأعلى للأمن كان كلام على التوجه نحو حجر صحي شامل في حالة ما كان فيه انتشار. 34 حالة جديدة في ولاية تيزي وزو، وفاتين تقريبا وبومرداس. نظن أنه هل ترى مثلا أن تسخير القوى العمومية في هذه الحالة، في حالة ما كان فيه انتشار لهذا الوباء وعدم التزام من المواطن، يصبح ضروري؟ ونعرف كنا أن المؤسسة العسكرية الجزائرية من المؤسسات الصارمة جدا في مثل تعامل اليوم في مثل هذا الحجر الصحي الجزئي والشامل، أن نتعامل مع ناس اعتدنا أن نتعامل معهم مثل مصالح الدرك الوطني والشرطة، لكن الجيش عنده تقريبا طرق أخرى ولوجستية أخرى في حالة ما، ونقول كما يقول بعيد الشر، لا نصل إلى مثل هذه الأرقام، ولكن نتمنى أن المواطن يلتزم حتى لا نصل إلى مثل هذه التدابير.
نعم، هو ربما تدخل الجيش يعني تقريبا الى حد الساعه، والحمد لله، وحتى بالنسبه لهذه الارقام يعني بالنسبه يعني للارقام الموجوده ومقارنتها مع الارقام في الدول الاخرى كانت داله اسيه بالنسبه للدول الاخرى، لكن هنا في الجزائر الان نحن في عمليه تسطيح، يعني تقريبا كل يوم حوالي 30 رقم كبير يعني صحيح، لكن بالنظر الى عدد المصابين من قبل ونقلهم للعدوى كما قال الاستاذ على الاقل اثنين ثلاثة، وحسب خبراء يعني هذا بالنسبة للفيروس هذا أنه ينقل العدوى على الأقل كل شخص ينقل العدوى إلى اثنين أو ثلاثة شخصين أو ثلاث أشخاص، يعني الآن أصبحنا نقدر نستطيع القول أن الأمر نوع ما متحكم فيه والأمر تحت السيطرة، ويعني نستطيع يعني المشي. نعم قد تطول هذه الأزمة حتى الوصول إلى الذروة التي كان يتكلم عليها الأستاذ، لكن هذا يعني نحمي كثير من الأنفس. نعم هذا يعني الحجر الصحي أو أي حاجة تأتي غفلة هكذا، وخاصة استثنائية نعم تغير من عادتنا من 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 حريتنا الشخصية من كذا، لكن لما نختار بينها وبين الموت او بين مشكله وجوديه ان يستطيع هذا الوباء لا قدر الله ان ياتي يعني على الاخضر واليابس ان ياتي على امه بكاملها، وشفنا امم الان راهي تعاني وتعاني وتدي النداءات من اجل الوجود. نشوف تصريحات رئيس الوزراء الايطالي يعني تبكي يعني تصريحات خطيرة جدا، أنهم أن الشعب الإيطالي الآن يدفع فاتورة كبيرة جدا. إذن للحفاظ على أنفسنا والحفاظ على أرواحنا وعدم انتشار هذا المرض يجب التضحية. نعم صحيح أن هذه المشكلة هي مشكلة جدا، نضحي بحاجة كبيرة نضحي بوقتنا نضحي بوقتنا والعمل، وحتى أننا لم نكن يعني متعودين على هذه الأعمال. أحمد المواطنين طلبوا له مثل هذه الأمور في تقريبا إمكانياته هم هذا نعم. ربما الآن هي كما قال دائما الأشياء أو الفئات الهشة أو الفئات المحرومة، لأن عموما في الأزمات التضامن الجزائري حتى التضامن يعني في هذه الهيئة والله في هذا الظرف الآن هو صعب أنك تقدم يعني يعني بإرادتك أنت كعائلة. كنا مثلا في رمضان موائد رمضان يعني كل مكاش جزائري ما يأكلش حتى في وقت الشدة دائما التضامن الجزائري خاصة بالنسبة للأكل والمبيت، لكن في هذا الظرف في حد ذاته هو خارق لهذه القوانين أو خارق للاحتياطات الأمنية. لا يمكن أنك تطعم الناس بطريقة مباشرة. نعم ولهذا يعني فيه نوع ما من الصعوبات وفيه يعني ربما فئات سوف يعني تكون متضررة أكثر من غيرها، لكن جمعيات وندعم بالنسبة للجيش يعني نتمنى أن هذه الجيش يبقى يعني بعيد عن هذه الأمور. نعم ربما مؤسسات الجيش كما مؤسسات الدولة كل هي متجهزة للأسوأ، هي تأخذ احتياطاتها من أجل يعني وكأن شيء ما لا قدر الله سوف يحصل، وبالتالي يعني هذه الاحتياطات هي سوف تؤخذ على محمل الجد، والأرواح الجزائريين والجزائريات هم في أعناق هؤلاء المسؤولين. نعم. وبالتالي كل يعني يدرك هذه المسؤولية. ما بقناش الوقت أستاذ أحمد كدوش، نعطيه الكلمة فقط آخر كلمة الأستاذ مراد يوسفي. أستاذ مراد العمل التوعوي وهذه الرسائل التحسيسية لابد منها، ولكن فيه درجة معينة نصل إليها لابد أننا نمر إلى خطاب آخر. نعم. لابد أننا نمر إلى المرافقة وإلى تطلب الأمر، ممكن أننا نمر حتى إلى الردع في الكثير من الأحيان، لأنه وللأسف لابد أنك تعزل مثل هذه الأشخاص التي ممكن أنها نوعا ما تقوم بتأثير السلبي على مثل هذه المبادرات. أكيد أخ سفيان، إحنا من منطلق شوف إحنا كنا نتمشوا في الشارع، إحنا نتمشوا بالبلدة النظامية، نتمشوا في الشارع كي ندخل إلى مكان تجاري هكذا باش نشري ولا نبد بعض النصائح ونقول نغتنم فرصة يعني من قناتكم الكريمة هذه، نقول كل مواطنين في الجزائر يعني 44 مليون
انت حامل لفيروس كورونا، دير روحك بلي راك حامل فيروس الكورونا، لان الحجر الصحي مش فقط برك على الولايه ولا حتى داخل المنزل، حتى داخل المنزل. نعطيك مثال برك، انا كعام كلمه المهنه تاعي وكاع، انا داير حجر منزل تاعي في المنزل تاعي، الاولاد تاعي ما يتقربوليش، الزوجه تاعي ما تقربليش، عندي مكان مخصص حتى الاولي ناكل فيه، حتى الحجر الصحي داخل العائله تاعك لازم ديرو، لان الان هذا خاصه الانسان يتنقل كثير. دوكا ثبتوا الخبراء، يعني الخبراء ولا الاخصائيين، بلي هذا الفيروس، هذا الفيروس ما يبانش يعني حتى 10 ايام 14 يوم، ممكن يروح حتى تقريبا حتى 29 يوم 35 يوم باقي الاسبوع. إذا أخذنا مثال بركي تاع كوريا الجنوبية، كنت سمع البارح في الأخصائيين يقولوا كانت عندهم 30 حالة، كانوا مسيطرين في الوضع، خرجت واحدة سيدة قد راح إلى الكنيسة، حالة واحدة هي من تخيل أخصو في حد شحال مشات، حالة واحدة إلى 6000 6000. شوف ما على بالناش، يمكن انا راني حامل فيروس كورونا، باش راك انت كماك لا تمنى ان شاء الله، بصح لازم نعمل ان شاء الله المعتقد هذا، حتى هذه هي الوقائيه، يعني لازم دير روحك بلي انت حامل فيروس كورونا، ما تقربش لعائلتك، ما تقربش لاصدقائك، ما تقربش هكذا. المواطن لا يمكن اننا نساومه في صحته او نتاجروا معه في صحته، لابد انه هو يعلم هذا. لكن في فئه يجب ان تطبق عليها الردع، في شاهدنا في تجارب حتى في الدول المتقدمه، كنت تكلم استاذ سعيدي على مثلا نعم. يصور البريد ويقول هناك فئه لا تسمع للتوعيه والتحسيس، يطبق عليها قرارات رئيس الجمهوريه وكذلك المجلس الاعلي للامن، يعني بالردع وربما حتى التعليم. البيان جاءت تقريبا نعم. كل الامور متعلقه بالردع. استاذ نسيم برناوي اشكرك جزيلا الشكر على تلبيتك دعوه، شكرا لكم. مكتب الاعلام والتوعيه بالمديرية العامة لحماية المدنية، أيضا شكرا موصول لك الملازم الأول مراد يوسفي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة لحماية المدنية. نقدم برك تحية بالتحية لهذا المنبر هذه لكل الأعوان اللي بيقوموا بمجهودات، ونحيي أيضا الأطباء من هذا المنبر لأنهم أيضا يقومون بعمل جبار. شكرا موصول لك أستاذ أحمد كروش الخبير في الشؤون الأمنية، شكرا جزيلا، شكرا على تلبيتك الدعوة رغم أيضا هذه الظروف الصعبة وأنت تتنقل إلى حد مقر القناة، شكرا جزيلا الشكر. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد، أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، التزموا بيوتكم، هذا أمر مفيد جدا لصحتكم وصحة أيضا كل الجزائريين عبر كافة التراب الوطني. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بخير.